السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واسعد الله اوقاتكم بكل الخير. مشاهدينا الكرام في كل مكان، احييكم وحلقه جديده من برنامج كلمتين وبس. خلونا نرحب في البدايه بزميلي اللي منورنا النهارده في البرنامج، زميلي ياسر. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك. الحمد لله. اهلا بالساده المشاهدين. يمكن يا محمد امبارح بس 8 سنوات مرت على الثوره المجيده، 7 سنوات على الانجازات العظيمه، 30 يونيو ثوره شعب وحكايه وطن. تحيه لكل ابطالنا، تحيه لكل شهدائنا اللي قدموا ارواحهم وكانت ارواحهم هي الثمن. 28/6 استشهد الشهيد البطل منتصر احمد عبد الباقي ابن قريه القوديه التابعه لمركز ديروت محافظه اسيوط، وكانت الحقيقه يعني شيعت له جنازه مهيبه جدا، ويعني كان فيها بعض المسؤولين في المحافظه. خلينا نشوف صور البطل على الشاشه وبعدين نرجع نكلمكم تاني. اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي يا امي، اوعي تحزني زمانه في الجنه. الحقيقه حاجه مشرفه جدا يعني اللي احنا شفناه للجنازه المشرفه الشهيد البطل. يعني شكرا لجيشنا، شكرا للقوات المسلحه طبعا، للشرطه، شكرا لمحافظ اسيوط، المستشار العسكري، المحافظ اللي زاروا اهل الشهيد معلنين كل الدعم لاهل الشهيد. وده طبعا يا محمد نموذج مشرف الحقيقه طبعا، يعني طبعا ياسر مسؤول في الدوله بالظبط ياسر، نموذج مشرف لكل واحد مصري ضحى في سبيل هذا الوطن. وارجع اقول لرحم الله شهدائنا كل من ضحى في سبيل هذا الوطن. وخلينا نبدا كده اول فقراتنا. احنا النهارده عندنا فقرات متعدده ومتنوعه، ويمكن فقرات غريبه شويه ياسر. احنا عندنا النهارده فقره النهارده غريبه شويه، يعني عندنا النهارده فقره عن العادات والتقاليد اللي هي فقره غريبه شويه، عشان العادات والتقاليد اللي احنا هنسمعها او يعني هتتحكي لنا ان هي مش موجوده في مصر، هي موجوده في الخارج يعني. بالظبط، وده اللي هيكلمنا عنه اكتر. بس خلينا نوه عن الفقره الثانيه اللي هتكون معانا. هيديني الفقره الثانيه هتكون معانا المطرب جابر عطا، ودي موهبه. ده هيكون معانا المطرب جابر عطا، ده هيكون معانا في الفقره الثانيه. بس خلينا نرحب بقى بالفقره الاولى واللي هيكون معانا فيها ومنورنا، الاستاذ عمر غريب حشيش، مؤسس ومدير مهرجان افريقيا في عيون الفنان الدولي. اهلا بحضرتك يا استاذ عمر. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك يا استاذ ياسر، واهلا بالمستمعين الكرام. اهلا بيك يا استاذ عمر. وخلينا كده يعني نبدا ونقول متى بدا دور مصر في دول افريقيا. والله هي قصه افريقيا قصه جميله جدا، ويمكن احنا بنحتاج ان احنا ننوع عنها لابنائنا اللي هم هيشوفوا الجيل اللي جاي. شوف بالفعل كان في ناس ادت ايه لمصر. بالفعل دور مصر بدا في افريقيا من سنه 56 مع ثوره 53، لما عبد الناصر اسس حركه التحرر مع الدول الافريقيه هنا من في مصر. وكان دور مصر ان هي بتساعد حركات التحرر لبعض الدول الافريقيه اللي بعد كده اتعمل بعديها الاتحاد الافريقي في اديس ابابا. دور احنا، انا بشتغل من خلال العمل كمهرجان افريقيا في عيون الفنان الدولي. ده مهرجان بقى له 8 سنوات واحنا بنشتغل عليه. حضرتك مؤسس المهرجان؟ مؤسس ومدير المهرجان. هو رئيس المهرجان اسمه معالي السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعيه الافريقيه. وهي الجمعيه الافريقيه كان اسمها اللجنه القوميه للاتحاد الافريقي في مصر لغايه سنه 2 من سنه 56 56. طب خلينا نرجع ورا شويه كده يا استاذ عمر، واقول لحضرتك فكره المهرجان جت لحضرتك ازاي وتنفذت على ارض الواقع امتى؟ والله انا كنت ببدا في فكره مهرجان اسمه الفنان يجوب محافظه مصر. انا كنت بعمل في مجال الاعلام منذ حوالي 25 عام، وكان بكتب عن الفن والحاجات دي كلها. فلفت نظري ان انا اعمل فكره مهرجان يحصل فيه تنميه على مستوى الارض الواقع، ان هو نعمل حاجه اسمه الفنان يجوب محافظات مصر. وبالفعل ذهبت للفيوم، الشرقيه، انا من كل محافظات مصر، محافظه مصر 27 محافظه انا لفيت كده عشان ابدا اشوف ايه الامكانيات اللي نحصل فيها تنميه اقتصاديه سياحيه فكريه. وبالفعل عملنا مهرجان بعد لما كنا عملناه في شارع المعز كان اسمه الفنان. فجأت لقيت مجموعه من 23 دوله افريقيه من الافارقه مشاركين معانا غير الدول العربيه، وكانت حاجه جميله. فاحنا في ساعتها قعدنا قلنا نعمل فكره مهرجان افريقيا في عيون الفنان. وبالفعل بدا عملنا 8 مهرجانات وعملنا حوالي 18 معرض لافريقيا. خلينا كده استاذ عمر نقول ايه اختلافات العادات والتقاليد في افريقيا، وهل ده يعوب التواصل بين الدول في افريقيا ولا لا؟ والله سؤالك يعني جميل يا استاذ ياسر. هو طبعا هو في عادات وتقاليد في افريقيا بتختلف، والنهارده عشان تقدر تخش افريقيا وتقدر تعرف افريقيا لازم تعرف عاداتهم وتقاليدهم. يعني زي ما اكون انا ابن الريف وانزل المدينه لازم اعرف عادات وتقاليد الناس عشان اقدر اتاقلم معاها واقدر اتكيف معاهم عشان اقدر اتواصل معاهم.
احنا بعد حادث يعني فتره كبيره جدا عدنا يعني ابتعدنا عن افريقيا حقيقيه. هتلاقي في افريقيا في عادات وتقاليد كتيره جدا زي مثلا في جنوب السودان والسودان جزائر تونس المغرب، يعني في حاجات كتيره جدا من عادات وتقاليد سواء في الزواج، عادات وتقاليد في الاكل في الاطعمه في الشرب في المناسبات تختلف من كل دوله لدوله تختلف من كل دوله. انت هنا سبحان الله يعني مصر حبت كل هذه الحضارات موجوده في مصر، انت عندك جميع الحضارات، انت تروح اي دوله بتلاقي عندها حضاره واحده، انت عندك يعني اكتر من حضاره، حضاره الفرعونيه القبطيه طبعاً. يعني عندك تنوع حضارات متنوعه الى جانب ان انت عندك ميزه مش موجوده في العالم من نهر النيل، عندك انت تحدك من بحر الابيض وبحر المتوسط، عندك المناخ الجميل ده يعني ميزه مصر يعتبر هي قلب افريقيا. خليني يا استاذ عمر لو احنا اتكلمنا عن دور التنوع الثقافي بين الدول عن طريق السياحه. والله انت هنا احنا في المهرجان بتاعنا احنا بنبحث عن العادات والتقاليد في بين الدول العربيه والافريقيه. تمام. ومن خلال هذا المهرجان احنا بدانا عملنا 8 دورات، وكانت اخر دوره كنا عملنا فيها مسابقه ملك الجمال الازياء. ما شاء الله. ولست ملكه الجمال، هي ملك الجمال الازياء، لان الزي هو بيديك الاصاله والفكر عن هذه الدوله. بدون الحفاظ على العادات والتقاليد مش هيحصل فيه يعني تنميه. لان انت النهارده بتروح اي واحد يقول لك انت اصلك ايه؟ بالظبط. فهي العادات والتقاليد بتبان اصول الدول، يعني مثلا في المهرجان اللي فات كان جنوب السودان اللي كسبت منها من جنوب السودان. بالزبط. كان بالنسبه للجنه التحكيم ما بسالهم انتوا اخترتوها ازاي؟ سمره وبتاع قال لك ايه بنتكلم عن القلاده اللي بيلبسوها حاجه اسمها السكسك او الحاجه اللي بتتلبس طبعا في الصوره اللي هنعرضها من شويه. مثلا في تعرف القبائل من بعضها تعرفها منين؟ يعني مثلا في بعض القبائل في افريقيا عشان كده يا استاذ عمر احنا كمان يمكن هنعرض من الكنترول صور قدامنا على الشاشه زي ما حضرتك قلت كده اختلافات في اللبس او في الشكل او في الاديان والحاجات دي كلها. يمكن احنا معانا اول صوره في دي اليمن. يعني دي مجموعه من الفتيات اليمنيات بالزي الزي اليمني، وهي كانت مقدمه احد السيدات اليمنيه دخلت هذه المسابقه على حسب ان طبعا ده مهرجان افريقيا فقالوا اليمن تم اليمن عربيه وهي من حقها تخش طبعاً ان المهرجان بيجمع بين الدول العربيه والافريقيه. دي زي بعض الزي ببعض المناطق في اليمن السعيد. معانا صور تانيه يا شباب، وده من المهرجان الاخير اللي هو الدوره الثامنه، وكان دي في مسابقه ملكه الجمال الازياء التقليديه. بالزبط. وكان بالفعل المهرجان لقينا في بعض الازياء اليمنيه، لان اليمن في بعض المناطق في اليمن بتلبس الساري الهندي زيهم زي الهنود، بس هم مش هنود، بس هم واخدين بعض العادات والتقاليد من الهند. في عندهم الفل، يعني دايما تلاقي بقول لك في بعض الاعراس في اليمن تلاقي السيدات لازم يتزينوا بالفل، يعني دي معروفه دي عندهم. استاذ عمر مع انهم هم عندهم سراس ثابت اللي هو اللبس او الفهمي معروف، ولازم بيقول لك الولد ما يوصل سن معين لازم يشيل الخنجر ده، يعني بان ايه حاجه مقدسه عندهم. نعم. ويعني مثلا عندك في النيجر، في النيجر عشان يعرفوا قوه الولد بيجيبوا صف من الجمال ويقفز من فوق، ايه لو قفز من فيه بيحس ان فيه قوه، يعني احنا عندنا هنا ده في النيجر. يعني يقول لك عشان يشوفوا قوه الولد او ان هو وصل لمرحله الرجوله انه بيقفز من فوق الجمال. طب الصوره اللي معانا دي يا استاذ عمر دي احلى اصدقائي من تنزانيا كانوا بيورونا العادات والتقاليد في تنزانيا، العرس او الحياه في تنزانيا. ودي مجموعه معهم الاخت زيتون او اوينا دي تنزانيا. تنزانيا دائما مشاركه معانا، العام الماضي حصلوا على مركز ثاني لكن السنه دي هم كانوا مشاركين نظرا للظروف اللي كانت بتمر بيها. يعني خلينا كده استاذ عمر نقول يعني كل دوله يعني بتلتزم بعاداتها وتقاليدها. نعم. يعني هنا بيورونا العادات والتقاليد في تنزانيا في القرى في حاجات دي، في عادات معتقدات في تنزانيا موجوده غير اطواتنا، يعني هتلاقي الجزائر. خلينا كده يا استاذ عمر نقول يعني هل رجعت الرياضه في ظل قياده السيد عبد الفتاح السيسي؟ والله احنا في تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دي كان يعني حاجه ما حصلتش في تاريخ مصر ان رئيس دوله يمسك رياضه الاتحاد الافريقي. وبالفعل عايز اقول لك ان بعض الافارقه اللي انا اعرفهم اصدقائي سواء داخل مصر او خارج مصر قالوا الاتحاد الافريقي راى انتعاش حقيقي بالفكر، لان طول ما تكون معاك شخصيه يعني مفكره وبيعرف مستقبل هيقدر يعمل ايه النهارده بتقدر، يعني مثلا الاتحاد الافريقي ما كانش احنا انت في مصر تعرف يعني ايه الاتحاد الافريقي. بالظبط. بالفعل لما مسك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الاتحاد الافريقي بدا ننظر نظره لافريقيا حقيقيه بعد ان احنا غبنا فتره كبيره جدا عن الاتحاد الافريقي. وبالفعل افريقيا فيها بيسموها سله غذاء العالم او بيسموها القاره العجوز، ان هي يعتبر اقدم القاره على مستوى الكره الارضيه. أربع سؤال حضرتك ده بسؤال بقى انا اساله لك اللي هو فكره التوسع بقى اللي هي القائمه على المهرجان ان هي التوسع في افريقيا. واحنا المهرجان بتاعنا بدايه احنا عشان نقدر نوصل لافريقيا لازم نعرف العادات والتقاليد. تمام. ان احنا محتاجين يبقى عندنا فكر اقتصادي، فكر سياحي،
فكر ثقافي، لان انت النهارده لما تيجي تعرف عادات وتقاليد في افريقيا صعب عليك قوي تبادل الثقافات. تبادل الثقافات، فعن طريقها تقدر تحكم على اي مكان. انت ما بتروح اي مشوار او اي منطقه جديده لازم بتعمل دراسه عنها عشان تقدر توصل فيها ما تتهش. فبالفعل عشان نقدر نخش افريقيا لازم نعرف عاداتها وتقاليدها وايه الاشياء اللي بيحبوها. النهارده لما نابليون بونابرت جه داخل مصر كان اول ما بدا قال لك الازهر، عشان يعرف ايه الحاجه المميزه عند الشعب المصري كان داخل ازهر، حتى قعد يعمل حاجات كتيره جدا مع ايه علماء الازهر. نفس القصه، انت عشان تخش افريقيا لازم تعرف عاداتها وتقاليدها، وان انت اصلا بالفعل ان انت قدمت خير. معانا سيره استاذ عمر برضه عندنا تعليم من حضرتك. دي من مسابقات من الجزائر، ودي حصلت على المركز الثاني في مسابقه ملك الجمال الازياء، ودي بيقولوا زي الوهران في الجزائر. الجزائر طبعا كل سنه بتشارك معانا الجاليه الجزائريه، ودي ودي طبعا اشقائنا الفلسطينيين يعني بالفعل هم دائما مسبقين للخير، لهم كل الحب منا طبعا. وهم دائما بيبقوا يعني متواجدين في قلب المهرجان كل سنه كل سنه. وعلى فكره الناس دي كلها بتيجي على حسابها، مش بتيجي بتكلفه مننا، لان احنا المهرجان لا نعطي اموال ولا ناخذ اموال، لان احنا بنتكفل بس بالمكان بضيافتهم بس فقط. خلينا كده يا استاذ عمر يعني نقول، هل الثقافات الافريقيه اثرت على دول اوروبا؟ طبعا انت لو بصيت على موسيقى الجاز يا استاذ ياسر، سؤال جميل قوي. ثقافات افريقيا جميله جدا. موسيقى الجاز اللي هي مشهوره جدا في اوروبا دي اصلا افريقيه، عادات وتقاليد في افريقيا هي الاساس. افريقيا افريقيا موسيقى الجاز اصلا موسيقى افريقيه، وخدتها اوروبا طورت منها. وبالفعل يعني عايز اذكر لك بس قصه جميله قوي لملك اسمه منسا موسى. هذا الملك كان يمتلك نص ذهب الارض، يعني اكتر من ذهب اللي كان يمتلكه قارون. منسا موسى من دوله مالي. هذا الملك عمل لائحه حج من مالي الى السعوديه، ينفق فيها يعني ذهب، كان معاه 100 جمل محمله بالذهب. وانا في اعتقادي كان سبب هذه الرحله كان سبب في انتشار العبوديه في اوروبا، لان المستشرقين لما سمعوا عن هذه الرحله ذهبوا الى افريقيا، لقوا تجاره العبيد اغنى من تجاره الذهب، فبدات حته العبوديه. وعايز اقول لك حاجه ثانيه، معلومه يعني الناس تعرفها، ان منسا موسى اول ما اكتشف امريكا ملاسه مش كولومبوس، يعني قبل كولومبوس. قبل كولومبوس هو منسا موسى بالفعل. يعني هذا الملك عادل، يعني مالي دلوقتي اللي هي في اولى فقيره، لكن هي كان فيها رجل يمتلك نص ذهب الارض. احنا لو اتكلمنا على دور المراه، دور المراه بقى في عادات والتقاليد اللي هي بتحصل في افريقيا، والطقوس اللي المراه تختلف من دوله لدوله، يعني هي بيختلف. يعني انت بنقول اشقائنا السودان، يعني عندنا عادات وتقاليد في السودان في الزواج، وجمال المرأة بيبان، ويقول لك المرأة السمراء لها نوع نقق معينة في غير أي ملامح أخرى. عادات التقاليد في جيبوتي بتختلف، لأن على طبعا فكرة مديرة المهرجان من دولة جيبوتي الأستاذة فاطمة عيد فرح شريف من دولة جيبوتي، وهي دي من ضمن المؤسسة معانا المهرجان. أما نرجع نقول مثلا عادات التقاليد في مثلا، يعني أنت عندك في جنوب السودان زواج المرأة الطويلة مهرها مثلا بيبدأ من 100 بقرة، ودي من ضمن العادات. عادات وتقاليد في جنوب السودان مثلا في رايح لك افتر اللي معانا دي، دول دي جنوب السودان، دول مع الاستاذه مرسى، دي فرقه من جنوب السودان اللي هم اصلا اخذوا مركز اول على فكره السنه دي، وكانت حاجه مذهله. ان اصلا من سنتين ملكه الجمال هي اسمها مدام اشوي من جنوب السودان، هي ملكه الجمال برضك هتشوفوا ليها كده، دي فرقه جنوب السودان قدمت بدك وكان موجود من حق الثقافه. خلينا نقول كده يا استاذ عمر، متى بدا المهرجان؟ يعني امتى بدا؟ هو احنا بدانا نشتغل على المهرجان من 2003، ولكن الحمد لله احنا 8 سنوات يعني بنقوم على قد ما نقدر بامكانياتنا البسيطه ان احنا نعمل مهرجان. والحمد لله وصل سمع لاكثر من دوله افريقيه، يعني في توجو، وفي ناس من توجو، وفي ناس من نيجيريا، وكان بالفعل في ملك ولايه شيكي سلطان عبد الرشيد طلب انه يحضر، لكن ظروف كورونا عطلت ام كده، لان احنا كنا عايزين نستغل المهرجان في التواصل للمستوى الاقتصادي والمستوى الفكري والمستوى يعني ان احنا نخش افريقيا بالفعل. خلينا نقول المهرجان بيقوم مره واحده بس في السنه ولا مرتين؟ احنا بنعمله مرتين في السنه، مره اللي هو احتفال بيوم افريقيا العالمي ب 25/5، ويوم بنعمله في شهر 12 اللي هو نهايه السنه، عشان ان طبعا هو بيتعمل سنوي مرتين. العالم ده جزر القمر. جزر القمر، جزر القمر كانوا مشاركين السنه دي معانا، وبالفعل كانت مشاركه قويه جدا، ودي اول مره اسمع عن جزر القمر، يعني اسمع عنها في 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 في, في دراسه بالزبط. لكن تعرف عادات وتقاليد الناس دي، هم ما بيتكلموش عربي، لكن هم متمسكين بالعادات والتقاليد العربيه جدا بالفعل. هي دوله افريقيه لكن هي متمسكه بالدين، وتلاقوا عاداتهم وتقاليدهم واحترامهم، ناس متمسكه بالدين بالفعل. استاذ عمر خلينا لو انا اتكلمت على اختلاف بقى العادات، ارجع تاني لاختلاف العادات دي،
هي حضرتك طبعا شفت ورحت دول كتير، هل الاختلافات في دول قريبه من بعض؟ يعني مش قوي، بس طبعا هو في حاجات كتيره يعني انت لما تيجي تقول لي الجزائر فيها عادات وتقاليد موجوده زي اللي في المغرب، موجوده زي اللي موجود في تونس. بالضبط. يعني انا عايز اقول لك مثلا في جزيره جيربا في تونس عندهم عادات وتقاليد في عندهم بتختلف، بس بتختلف الطباع والعادات، زي ما تلاقي واحد اسمر واحد ابيض. يعني مثلا عايز اقول لك في تونس عندهم عاده غريبه قوي، حاجه في ساعه الزواج حاجه اسمها الحبه، ان العروسه تقعد 30 يوم محجوبه عن الناس وعن اهلها وعن اخواتها، محدش يخش في اوضه مظلمه خفيف، يعني 30 يوم محجوبه عن اخواتها ولا ابوها ولا اي حد يشوفها غير امها واصدقائها بس. دي موجوده في تونس اسمها الحقبه، ان العروسه بتحجب نفسها عن اي حد قبل الفرح 30 يوم. دي موجوده في تونس. لما تيجي تقول لي مثلا في 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 المغرب، وانا عشت فتره في المغرب، في حاجه اسمها مثلا بتيجي العروسه تقعد مثلا لازم تلبس اكتر من 30 فستان، ولازم الفساتين بتبقى تقليديه بالعادات والتقاليد بتاعه القفطان المغربي، وهم محتفظين بالبلغه المغربي والعبايه والحاجات دي كلها، والاكلات المغربيه موجوده حتى وقتنا هذا، مع انهم وصلوا لمستوى تقدم جدا عن الدول الاوروبيه، بس بردك محافظين على عادات وتقاليد. بشوف ان يعني اي دوله استاذ عمر يعني بتحتفظ بعاداتها وتقاليدها، ده شيء مشرف انها طبعًا حاجه طبعًا مسيره مكمله معاها، بتدرسها لاحفادها لاولادها، انهم بيكونوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم. ودرسوها في بعض الكتب. يعني انت عندك مثلا اللغه الامازيغيه، معروف الامازيغ موجودين في ليبيا، موجودين في تونس، موجودين في الجزائر، موجودين في المغرب، موجودين في مصر حتى، عندك منها موجودين الامازيغ. يعني انت عندك في حاجات، يعني مثلا في عندك في جزء من الفيوم ليهم تواصل بليبيا، وده ممكن يساعدنا في حاجات كتيره جدا. ليه احنا ما نستغلش الحاجه دي؟ زي ما عندنا حلايب وشلاتين متوصله بالسودان، هي بوابه افريقيا اسوان، عملنا طبعا عاصمه ثقافيه في اسوان. احنا محتاجين بالفعل يا جماعه نقدر نعمل تنميه. بالزبط. بالفعل احنا الحمد لله رب العالمين، يعني وكل سنه طيبين بمثابه 30 يونيو طبعا. ان احنا بنقول ان مصر بالفعل بدات تنهض نهضه حقيقيه بفكر جديد، بفكر تنمية اقتصادية، تنمية فكرية، نشتغل عشان يحصل فيه تنمية، وبالفعل في تنمية. بص دلوقتي مصر من كام سنة، وبص مصر حاليا تبقى ايه؟ في تقدم في تقدم طبعًا. طبعا وهو ده اللي هيقدر يوصلنا بالفعل. لما تكون انت عندك فكرة وثقافة هتقدر توصل لافريقيا باشياء كتير جدا. طبعا اوروبا دلوقتي مهتمية بافريقيا، لا احنا اولى بيها، لان احنا الدولة الوحيدة اللي وقفت معاهم في بداية 56. ما هو ده اللي بقوله بقى دوك استاذ عمر، اللي هو الدور بقى افريقيا واللي هي عندها حضارة، واللي احنا الغرب بينقول لنا صوره غير الواقع. انت لما بتشوف وتشوف وتنزل هنا وتشوف الدوله دي والدوله دي، بتشوف فعلا عندنا حضاره. احنا طبعا حضاره، يعني انت عايز بيقولوا القاهره بلد الالف مأذنه. طبعا يعني انت عايز تقول لي بلد الالف مأذنه، ومعظم اولياء الله الصالحين مدفونين في مصر. ودي من ضمن الاشياء اللي الناس لازم تذكرها. انت عندك في المنيا يا استاذ ياسر في مدفن اللي هو مدفن الصحابه، فيها 500 شهيد من الصحابه مدفونين في المنيا. ليه ما استغلش الحاجات دي واعمل بالفعل كوزاره السياحه وكوزاره الاثار، اعمل رحلات سياحيه بالفعل. رحلات سياحيه وتسويقيه بالفعل. انت ما حدش يعرف المعلومه دي، بعض الناس ما تعرفش المعلومه دي حقيقه. طب ما انت عندك زي موجود مثلا زي ما انت سموسه برضو المعلومه اللي الاستاذ عمر قال لنا اياها دي، برضه اول مره نعرفها. هو ده محرك قلت هو مكتشف امريكا طبعا. وعندك في تشاد موقع الكوبكوب، دي اشهر موقع معروفه في تشاد، اللي هو فيها فرنسا لما احتلت تشاد ذبحت 400 عالم ازهري في تشاد بالكوكو اللي هو بيسموه الساطور. وفي بعض منهم لما عرف كده في المذبحه، زي ما حصل مذبحه القلعه كده يا محمد علي، بدر حصل في تشاد اسمها موقع الكوبكوب. وبالفعل بعض العلماء من دوله تشاد هربوا الى نزلوا النيجر، وهتلاقي بعض الدول الافريقيه فيها دول عربيه. السر اللي معانا دي حكايه يا استاذ عمر، عايزين تحكي لنا عنها شويه. والله يعني صورة يا محمد، صورة الشهيد، صورة المحافظ وهو يعني بيعزي اهالي الشهيد دي الحقيقة، يعني صورة والله دي لفتة جميلة جدا المحافظ. يمكن شوف الكلام دخل طبعًا في بعض يا استاذ عمر، ولكن يعني دي حاجة مشرفة طبعًا ونموذج، يعني مشرف طبعا لأي حد في مصر طبعا، ان هو بيدعم طبعًا اهل الشهداء بمناسبة الذكرى ثورة. والله عايز اقول لك يعني كل قيادي بيقوم بدور فعال بالفعل، ده وسام على صدر كل مصري، زي كل الشهداء اللي ماتوا في، يعني وسام على كل، زي ما ماتوا في 73 في ناس ماتت في 73، ناس ماتت في 67، بالفعل بيضحوا عشان من اجل البلد، هنفضل نضحي من اجل البلد عشان البلد دي نفتخر بيه. ده شيء نفتخر بيه كلنا. يعني عايز اقول لك ان في اشياء كثيره جدا الجيل اللي جاي محتاجين بالفعل، حته التنوير، حته الثقافه والفكر، التوعيه الفكريه والثقافيه. التوعيه دي يعني بعيده جدا طبعًا. يعني حاليا عن يعني الحمد لله احنا لاجل احنا مع الظروف دي كلها احنا عندنا امل يكون بكره احسن، والجيل اللي طالع زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو انا بعمل للجيل اللي جاي يشوف احنا عملنا ايه، سيبنا لهم ايه. في فرق لما تسيب لهم خير وتسيب لهم تنميه
احسن من السبلوم ديون. دي حقيقة. بالفعل وده فتره بالفعل مصر ابتدت تنهض نهضه حقيقيه لفكر الشباب اللي جاي، واحنا بذلك احنا في مهرجان افريقيا في عيون فنان بنحاول بقدر الامكان نقدر نعمل تواصل بين الدول العربيه والافريقيه. عملنا طبعا تحت رعايه معالي السفير المجلس العربي الافريقي للثقافه والفنون لدمج الشغل العربي والافريقي، لان مصر زي ما في موجود فيها جامعه الدول العربيه بالفعل موجود فيها ناس مفكره. خلينا كده يا استاذ عمر يعني نقول لما بدا المهرجان كان كم دوله مشتركه في المهرجان؟ احنا كان عندنا 18 البداية. دوله افريقيه يعني او في البدايه او في البدايه لا والله في البدايه بدانا بحوالي 8 دول او 6 يعني في البدايه 8 دول لسه يعني الموضوع مش متشاف او مش عليها النظر واخد فكري او زي ما تقول حتى بعض المصريين كانوا يعني بيسخروا من يعني موضوع افريقيا. فليا صديقه بالفعل يعني اكون لها كل الاحترام هي ومعالي السفير محمد نصر الدين والاستاذ محمد عبد اللطيف نائب السفير، بالفعل لما عرضت عليهم الفكره هي كانت من دوله جيبوتي بتدرس هنا في مصر، هي رجعت بلدها وهي كانت بتعمل في مجال الاعلام، فكنت معزوم لمؤتمر في جامعه الدول العربيه وتعرفت عليها كمذيع وانا كنت بعمل في مجال الاعلام. قالت لي الافارقه لقيتهم ما بيحاولوش يتعرفوا على المصريين، واخدين فكره، لما يكون الفكر نفسه واخد فكره عنك ان انت تبعد عن معرفه الاخرين دي جننتني. فليه يا جماعه بدانا بالفعل نعرف ان في الاستعمار ترك عندهم شيء يخليك تبعد سلبي. عن سلبي سلبي بدات بالفعل وفي الاول كان بلاقي رفض لكن مع اصرارك ان انت تبسط لقيت الافارقه بالفعل يعني لقيت امبارح حد بيكلمني من السنغال عايزين نعمل يوم ثقافي سنغالي جميل. تنزانيا كان واخذ الصوره زي اللي انتوا عرضتوها من شويه، تنزانيا كانوا قالوا لي السنه دي هيشارك بس بمعرضه في الكلور. لما عملنا مسابقه ملكات الجمال وكان يعني اكتر من دوله عربيه وافريقيه مشاركين زعلوا ان هم مشاركين وش السنه دي بمسابقه ملكات الجمال. ليه؟ لان كل ما تشوف الشيء بينجح كل ما تحس ان في فخر بالفعل. وده يا استاذ عمر اللي انا عايز اقوله بقى، نتبنى فكره من خلال هذا البرنامج كلمتين وبس، نتبنى فكره بقى زي ما حضرتك قلت التوسع والقراءه اكتر في المهرجان والناس تشوفه اكتر، لان احنا انا شايف ان المهرجان على قد السنين اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي مثلا بقى له 8 سنين او اكتر، لا عايز يتشاف اكتر من كده او عايز توعيه اكتر من كده او عايز حد في اعلام يتشاف اكتر من كده. والله يا استاذ محمد المشكله مش لازم تكون انت مؤمن بالفكر زي ما انت النهارده مستضيفني ليه، لان لو انت مش مؤمن بالفكر اللي انا بقوله مش هتستضيفني. لو الدوله حقيقه لان طبعا في اشياء كتيره بتبقى في اخطاء كتيره احنا مش هنتكلم فيها. هي يعني احنا دلوقتي بنلاقي مهرجانات بتصرف عليها ملايين طبعا ولكن للاسف احنا بنتكلم في تسويق خارجي. انت النهارده لو عندك التسويق الخارجي صح مصر دي انت عندك امكانيات مش موجوده في العالم طبعا انت عندك القاهره ابتدت دلوقتي انت كان عندك شارع المعز ده يعني بقى حاجه عالميه. انت عندك مجرى العيون اللي كان جنبه المذبح وجنبه الحاجات دي بسم الله ما شاء الله دلوقتي ابتدى تطور رهيب طبعا تطور رهيب. النهارده عندك انا لما كنت في المغرب في مراكش كان بيقول لك المدينه العتيقه. انت النهارده بتحاول بقدر الامكان تحافظ على المدينه العتيقه القاهره بلد الالف مأذنه. بالفعل بدانا بالفعل نحافظ على تراثنا وده ممكن يعمل تسويق ثقافي تسويق فكري تسويق ثقافي اللي هو كمان حضرتك قلت حاجه جميله جدا هو تسويق ثقافي اسلامي طبعا معتقدات اسلاميه وثقافه اسلاميه عندك اسلاميه. انت عندك عمرو بن العاص لما جه النيل كان بيجف قالوا سيدنا عمر بن الخطاب قال له اسال ايه الحاجات اللي كانوا بيحافظوا بيها في المصريين في عاداتهم وتقاليدهم القديمه كانوا بيرموا عروسه النيل فطبعا مش هياخدوا واحد ويرميه بقى ده تتعمل لها طقوس وعادات. انت النهارده كل مناسبه بالفعل تقدر تعملها عيد تقدر تعملها تسويق. الاجانب بيحتاجوا تغيير مش هو بحر فقط وبيشوف ايه العادات والتقاليد الموجوده عندك بينزل يشوفك انت ايه الحاجات الجميله اللي في الحسين وكمان منها تنشيط السياحه عندك طبعا يعني انت النهارده ما تمسكش مكان وتسيب مكان يا استاذ محمد انت لازم تعرف في خريطه اللي النهارده المسؤولين الناس المتخصصين احنا فين ده كله. وعايز اقول للناس دي يعني في حاجه واحده انت بتترك لابنائك مش بتترك لنفسك والنهارده انت لما بتعمل حاجه بتنجح وتسيب انت بتسيب تراث بتسيب مجال انك انت تبني بلد حقيقيه حضاره 7000 سنه. بالفعل مصر حاضنه لكل الاديان وحاضنه لكل الافارقه وحاضنه الدول العربيه كلها ولو اي حد بيبص لك بفخر يقول لك مصر ام الدنيا طبعا بالفعل هتفضل انا عايز قلت لك قبل الحلقه يا استاذ ياسر قلنا الناس كلها ليها ام احنا لنا اثنين مصر ام الدنيا وام اللي ربيتها ده حاجه طبعا شرف لنا. خلينا كده يا استاذ عمر نقول يعني المهرجان قائم بقاله 8 سنوات يعني وصلنا لحد قد ايه دلوقتي كام دوله مشتركه في المهرجان وصلنا لكام عدد؟ والله الحمد لله احنا 18 دوله يعني كويس الحمد لله. احنا بقول لك احنا بالفعل 18 دوله والسنه دي هيكون في زياده بالفعل لان في دول عربيه بالفعل هتكون مشارك معنا. كان مشارك معانا ناس من السعوديه معانا ناس من الجزائر معانا ناس من تونس ومن المغرب معانا ناس من اليمن معانا ناس من لبنان
معانا ناس من يعني من اكتر من دوله كده، انا بقول لك دول عربيه بتقدم طلبات، هي اللي بتقدم طلبات الانضمام للمهرجان. والله احنا بنتواصل معاهم بحاجه يعني عن طريق السفارات. لا احنا في ناس بنتواصل معاها عن طريق الجاليات اللي موجوده، وفي ناس بتتواصل معاهم كايه اصدقائنا فنانين تشكيليين. ان احنا المهرجان بيتكلم عن ايه بقى؟ معرض فني تشكيلي بنعرض بعض الفولكلور والمنتجات عن العادات والتقاليد الموجوده في افريقيا ودول العربيه. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان معانا الدكتور بلال من الجزائر والاستاذ دليله قدموا لنا العرس الجزائري، وكان معانا ناس من الجزائر بالفعل، وكان معانا ناس من المغرب قدموا لنا العرس المغربي، وكان معانا ناس من السودان، استاذه عبير الانصاري من السودان قدمت لنا العرس السوداني، كان معانا من جنوب السودان. يعني معانا تغيير في الثقافات والثقافات. انا بشوف يعني يا استاذ عمر يعني ده شيء مشرف ان مصر تكون قائمه بعمل بناء زي كده. هو شيء جميل جدا، بس احنا محتاجين بالفعل. يعني انت النهارده لما بتروح على اي جهه انت ما بتبقاش انت عارف هتعمل ايه، انت محتاج الموضوع محتاج تبني يا ياسر. يعني فعلا تبني صحيح بتبني فعلاً. لان انت النهارده بتتكلم في حاجه مهمه جدا، بتتكلم عن ثقافات دول. النهارده انت النهارده عشان تيجي تروح لواحد بتروح له بهديه، ده بدايه التعارف. تروح للدول دي ازاي؟ يبقى لازم تعرف عادات وتقاليدهم. يعني النهارده لما يجي يقول لك مثلا دوله كذا احتفال دوله مثلا السنغال عيد استقلال السنغال، الوفد اللي بيروح السفاره فين والناس. انا حصل لي في احد السفارات كنت مدعو ليوم احتفال بهم، فجأت لقيت انا اللي موجود والمترجم اللي موجود في السفاره المصريه بس. فين يا جماعه حد مندوب من الخارجيه وحاجات؟ ما فيش حد موجود. ودي للاسف حتى لما احد الوزارات انا كنت موجود فيها بيعملوا احتفاليه لافريقيا بعتوا دعاوى لبعض الدول الافريقيه ما حدش اهتم. يعني خلينا كده يا استاذ عمر نقول احنا محتاجين يعني ناس مقيمة على انها تتواصل بالفعل، تتواصل. نعم. يعني انت عايز اقول لك النهارده انت ما تقولي الجبنه ده مشروب حبشة، الجبنه الحبشيه دي قهوه اللي موجوده بنشربها، الفنجان منها غريب جدا في حاجه كده زي الفخار بتعملها معروفه على مستوى، بس ليهم طقوس هم بيقدموها زي القهوه العربي في المغرب يعني. لا دي موجوده في الحبشه في اثيوبيا وفي السودان. دي بتبقى فنجان صغير وفخار بتاع كده زي فخار، وبيبقى القهوه ليها نخهه غريبه قوي، يعني ممكن تشرب الفنجان تقعد 24 ساعه صاحي. دي موجوده الجبن ايه، لازم يجيب الحبوب بتاعه البن ويحمصها قدامك ويطحنها قدامك، يعني يعملها تبقى حاجه صبحه متقنين العمل. هي دي معروفه، دي اسمها معروفه الجبن الحبشيه. زي ما تقول مثلا عندك في المغرب الاتاي المغربي لازم يضرب البراد عالي كده ويحصل فيه رغاوي كده على الكوبايه عشان يقول لك الشاي ده يبقى الشاي مظبوط. صح لازم حاجات وحاجات تقليديه زي ما عندك هنا الشاي المصري يرفع طبعًا. عندنا برضو كانت بتحصل زمان عندنا في الريف او الناس الفلاحين الناس الكرمه كانوا دايما فعلا دي عندنا يرفع الكوبايه كده عشان لازم يبقى فيها كرم طبعا. دي بالنسبه له ده مزاج عالي قوي، مزاج طبعا هو يعمل الحركه دي. احنا محتاجين هنا في مصر ولو ما عملهاش يا استاذ عمر يبقى هو كده مش مزاجه عالي، لازم يعملها ويرفع بقى البراد كده ويفضل رفع البراد وهو بينزل. يا سلام. ده عايز اقول حاجه بقى استاذ محمد، يعني بالفعل احنا مصر فيها حاجات كتير قوي. يعني انت عندك ما تقول اسكندريه، اسماعيليه، اسوان، بني سويف، الاماكن دي احنا ممكن نعمل بيها زي ما بنعمل حاجه اسمها رحله العائله المقدسه اللي بدات من القدس لغايه وسط اسيوط سيدنا عيسى عليه السلام. احنا عندنا برضك في حاجه اسمها رحله الحج والتجاره. بدات ازاي رحله الحج والتجاره؟ بدات من المغرب العربي كانوا بيجوا عشان كده كان بيحصل فيه سيف. استاذن حضرتك الوقت ما اسعفناش واحنا لنا لقاءات اخرى مع بعض كتير جدا، الوقت بجد مع حضرتك عشان حلو جدا جري بسرعه. اشكر حضرتك جدا وان شاء الله في لقاءات اخرى تنورنا فيها يا استاذ عمر. الله يخليك يا استاذ محمد وشكرا ليك يا استاذ ياسر. خلينا نخرج فاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا المطرب جابر عطا الموهبه الغناء. فاصل ونرجع تاني لحضرتك.